وحول هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور حسان الصفدي المتحدث الرسمي باسم المجلس الإسلامي السوري. يعني ما هي رؤية المجلس الإسلامي حول المشاركة في مؤتمر أستانا؟ السلام عليكم ورحمة الله، شكرا جزيلا لهذه الفرصة. الحقيقة أخواني، إحنا في المجلس أصدرنا بيانا تحدثنا فيه بأننا مع كل جهد يمكن أن يؤدي إلى إيقاف نزيف دم الشعب السوري، والخلاص من هذا النظام الفاجر الذي لم يدع وسيلة غير شرعية إلا ومارسها لانتهاك كافة حقوق السوريين. يعني كيف يرى المجلس التوافق بين المشاركة في أستانا وبين الهجوم المستمر على وادي بردة؟ ونحن أيضا في نفس البيان أخي الكريم والأستاذ المستمعين جميعا، في نفس البيان ذكرنا بأننا يعني ننظر بعين الريبة الشديدة إلى أن الروس الذين يقفون الآن يقولوا بأنهم يعني يريدون وقف إطلاق النار والرعاية مؤتمر أستانا بأنهم غير مؤهلين الحقيقة لهذا الدور باعتبار أنهم أحد الأطراف التي تعتدي على الشعب السوري، وكذلك الإيرانيين الذين هم يعني الشركاء الحقيقيين للنظام في ممارساته. هناك مشكلة كبيرة، وقف إطلاق النار الذي حصل الاتفاق عليه بعد مجزرة حلب الشهيرة، نقول بأن الروس لم يستطيعوا الإيفاء بوعودهم بالتزام النظام والإيرانيين بوقف إطلاق النار. يعني دكتور، نعم تفضل. نحن في بياننا ذكرنا الأخوة الذين سيشاركوا بأن هذا الموضوع فيه مطبات ومطبات كبيرة، وعليهم أن يكونوا حذرين. نحن لسنا ضد أي سعي من أجل وقف نزيف دم الشعب السوري، لكننا ننظر بعين الريبة الشديدة إلى هذا الموضوع، ننظر بعين الريبة الشديدة إلى تجاوز الهيئة العليا للمفاوضات من الموضوع، ننظر بريبة شديدة أيضا إلى محاولة الالتفاف على مقررات الأممية حول فترة حكم الانتقالي في سوريا وعدم شرعية نظام بشار الأسد. كل هذه القضايا على الأخوة الذين يذهبون إلى لاستانا أن يأخذوها بعين الاعتبار، وأن يبقوا متمسكين بالثوابت التي وافقت عليها كل فعاليات الشعب السوري أو معظمها المتمثلة في وثيقة المبادئ الخمسة. نعم دكتور، البيان أفاض وفصل في الحديث عن ملف التخوين في حين لم يصرح بشكل نصي الموافقة على الذهاب إلى أستانا، ما الهدف من ذلك؟ نحن أخي الكريم كمجلس إسلامي لسنا جهة سياسية لنقول بأننا نذهب أو لا نذهب أو نوافق على الذهاب أو لا نوافق. نحن نوافق على كل ما يمكن أن يحول دون مزيد سفك دم الشعب السوري، ونحن نوافق على كل ما يحقق للشعب السوري أهدافه في ثورته العظيمة. وبالتالي نذكر من يشارك ومن لا يشارك بأن من يجتهد في الذهاب أو يجتهد بعدم الذهاب عليه أن تكون الوصلة بالنسبة له هي تحقيق أهداف الشعب السوري. أما نحن لسنا طرفا سياسيا لنقول أنه مع المشاركة أو مع عدمها. نعم، يعني هل لدى المجلس الإسلامي كوادر أو صلات مباشرة مع هيئات التفاوض يتم من خلالها التأصيل الشرعي لقضايا الهدنة والمفاوضات ليتم الحفاظ على المبادئ الخمسة للثورة؟ بدون شك نحن لدينا التواصلات مع معظم هذه الفعاليات الكريمة، ومعظم هذه الفعاليات تريد أن يكون المجلس الإسلامي على دراية وعلى علم، بل على موافقة على ما يجري. لكن للأسف يعني نحن ذكرنا أيضا في بياننا أن المطلوب بشكل أساسي الآن هو توحيد صف المفاوضين، لأن المفاوضات هي جزء من المعركة، معركة تحرير سوريا من هذا النظام البغيض. وبالتالي توحيد الصف يحتاج أيضا بعد ذلك إلى توحيد الكلمة التي ينطق بها الثوار عن مجريات الأحداث. نحن يعني على تواصل، والأخوة هناك على تواصل مع المجلس الإسلامي، لكننا نعتقد بأن الأساس هو توحيد الكلمة، ولا لا يذهب السوريون وهم ضمن أجندات مختلفة إلى لاستانا أو حتى إلى غيرها. نعم الدكتور حسان الصفدي المتحدث الرسمي باسم المجلس الإسلامي السوري، شكرا جزيلا لك.